واحدة من أكبر وأهم أحلام الجنس البشري من ساعة ما بدأنا نستوعب معنى الكون والفضاء كان دايماً إننا نوصل للنجوم ونشوف عوالم تانية غير عالمنا وشموس تانية غير اللي بتنور سمانا. ولسنين طويلة في تاريخ البشر حاول علماء كتير إنهم يقربونا أكتر للحلم ده، لكن دايماً كانت قوانين الفيزياء واتساع الكون ومساحته الهائلة عائق قدامهم ومحدش قادر يتخطاه ولا يوصل لأي ابتكار عملي يخلينا قادرين نتعامل معاه. سرعة الضوء نفسها اللي هي المفروض أعلى سرعة معروفة ضمن قوانين الفيزياء في الكون تعتبر سرعة صغيرة جداً لو هنستخدمها في السفر عبر المسافات الضخمة ما بين النجوم، وحتى السرعة دي عمرنا ما هنقدر نوصلها كمان علشان قوانين الفيزياء والنسبية اللي وصلها أينشتاين من أكتر من قرن فات مش هتسمح لنا نقرب منها، وإلا كتلتنا هتتحول لطاقة وتنهار تماماً. وعلشان كده حلم السفر في الفضاء وما بين النجوم ده خرج من مجال العلوم وتحول لنوع من الخيال العلمي اللي بيكتب عنه المؤلفين وبتخيله المخرجين في أفلامهم، والفترة طويلة الناس استسلمت لأنه مجرد حلم صعب ويمكن مستحيل التحقيق بالنسبة للبشر. بس مع مرور الوقت خرجت أعمال خيال علمي عرضت فكرة مجنونة لتقنية ممكن تخلي السفر في الفضاء بسرعة أسرع من الضوء كمان حقيقة وممكنة التحقيق. الأعمال دي هي سلسلة أفلام ومسلسلات ستار تريك المعروفة اللي تخيلت نوع من المحركات الافتراضية اسمه الورب درايف أو محرك الانحناء اللي بيقدر يحني الفضاء نفسه قدام السفن الفضائية علشان يخليها تسافر على نسيج الكون أسرع من الضوء من غير ما تنتهك النسبية الخاصة لأينشتاين. ومن هنا بقى الفكرة المذهلة دي عملت ثورة في مجال الأبحاث المختصة بالسفر أسرع من الضوء، ولكنها دايما كانت بتواجهها مشكلة هي إن المحرك ده يحتاج لتشغيله نوع من الإكزوتيك ماتر أو المادة الغريبة اللي إحنا لسه لحد دلوقتي مش عارفين نكتشفها، أو الطاقة المضادة اللي مش موجودة أصلا في الكون بكميات كبيرة ينفع نستخدمها أو نتعامل معاها. بس تخيل بقى لو قلتلك إن في فريق جديد من العلماء قدروا يحلوا مشكلة الطاقة المضادة دي ويوصلوا لتصميم محرك انحناء قادر على السفر بسرعة الضوء بدون ما يحتاج لكسر قواعد الفيزياء. تعال بقى معايا النهاردة أحكيلك عن الفكرة المذهلة اللي ورا الابتكار ده وإزاي ممكن تغير من قواعد السفر في الفضاء خلال السنين اللي جاية. فجهز بقى كوباية من مشروبك السخن الجميل، وهمتكم معانا نوصل الفيديو ده ل 3000 لايك. ولو بتحب مواضيع الغموض والمواضيع الميتافيزيائية فأهلا بيك في قناتنا التانية غموض بلا حدود، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. أهلا وسهلا بيكوا، أنا عماد عصام وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. في البداية كده وعلشان تفهم الموضوع ده لازم تفهم يعني إيه أصلا الورب درايفز أو محركات الانحناء دي، فخليني أحكي لك فكرتها بدأت إزاي وجت منين بشكل مختصر علشان تبقى معايا في الصورة. الموضوع كله بدأ زمان شوية سنة 1994 لما جه عالم فيزياء مكسيكي اسمه ميجيل الكوبيير وحل معادلات أينشتاين الخاصة بنظرية النسبية العامة بطريقة فريدة من نوعها ومحدش كان يقدر يتصور حتى إنها ممكن تبقى حقيقة. الراجل ده وضح من خلال حساباته إننا علشان نقدر نعدي الثابت الكوني لأقصى سرعة ممكنة في الكون اللي هو سرعة الضوء، فإحنا مش لازم نكسر قوانين الفيزياء، لأ ده إحنا ممكن نظريا نسافر بسرعة أكبر من الضوء كمان بدون ما نكون بنتحرك في مكاننا من الأساس. طيب إزاي بقى حاجة زي كده ممكن تحصل وإيه السر في الموضوع ده؟ السر يا صديقي كان بيكمن في نظرية النسبية العامة لأينشتاين اللي بتقولك إن الفضاء نفسه هو نسيج كوني مكون من أربع أبعاد اللي هما الطول والعرض والارتفاع والزمن، وإن النسيج ده بيقدر ينحني ويتقوس ويلتوي تحت تأثير ثقل الأجسام الضخمة، وهو ده اللي بيخلق التأثير اللي بنحس بيه على إنه الجاذبية، بمعنى إن الكون نفسه أشبه بنسيج قماش عملاق بينحني وبيتقعر تحت تأثير كتل النجوم والكواكب التقيلة، وهو ده اللي بيجبر الأجسام الأصغر على إنها تنجذب ليها وتدور حواليها في مدارات. ميجيل الكوبير ده بقى يا سيدي لما شاف مسلسل ستار تريك عجبته جدا فكرة محرك الانحناء اللي اتكلم عنها، والفكرة النظرية اللي كانت وراها كانت مصدر إلهام كبير بالنسبة له. علشان كده ميجيل الكوبير بدأ رحلة علمية مع نفسه بيحاول فيها إنه يحل معادلات النسبية بطريقة جديدة ومبتكرة علشان يقدر يصمم محرك الانحناء اللي شافه في المسلسل ده. طيب بيعمل إيه بقى محرك الانحناء ده بالظبط يا عمدة؟ المحرك ده سيد المفروض انه بيولد طاقة مهولة لدرجة انه بيقدر يتني الفضاء نفسه اللي قدام سفينة الفضاء ويضغطه ويقلل مساحته، وفي نفس الوقت يضخم حجم الفضاء اللي ورا السفينة. بالطريقة دي هيولد بابل او فقاعة ضخمة في النص بيسموها الورب بابل او فقاعة الانحناء، والفقاعة دي بقى هتقدر تخلي السفينة بتتحرك جواها لقدام من غير قوة دفع من الاساس، لان المسافة نفسها هي اللي هتقل مش انت اللي هتبقى ماشي سريع لقدام. انا عارف ان الموضوع صعب شوية على الاستيعاب والتخيل، وعلشان كده خلينا اوضحهولك بمثال بسيط. ممكن يا صديقي تفكر في الموضوع بالظبط كأنك بتشد حبل مطاطي. الحبل ده لو تخيلت ان في حد واقف قدامك وماسكه وانت بتشده منه هتلاقيه بينضغط ويتشد من قدامك،
وبيرتخي وهو مرمي ورا ظهرك. وبنفس الطريقة دي بقى تخيل انك بتشد الفضاء نفسه وترميه وراك علشان تقرب نفسك من المكان اللي انت عايز تروحه من غير ما انت نفسك تتحرك او تبذل اي طاقة او تنتهك نسبية اينشتاين. يعني باختصار الفضاء نفسه هو اللي بينكمش قدامك وبيتضخم لما يترمي وراك وبيرجع لحجمه الطبيعي تاني علشان يدفعك ويقربك من المكان اللي انت عايز تروح له. يعني كأنك عايز تسافر اسكندرية مثلا، بس بدل ما تمشي على الطريق بالعربية وتدوس بنزين وتحرق وقود وطاقة، هتشد اسكندرية نفسها تقربها منك من غير ما تتحرك انت من مكانك. الفكرة دي لما تعرضت لأول مرة والعلماء شافوها واستوعبوا الآلية المستخدمة في تنفيذها أبهرتهم أكيد، لأنها كانت عبقرية لأبعد الحدود وخارج الصندوق، والأهم كمان إنها كانت ممكنة تحت قوانين الفيزياء ومش بتخالفها ولا بتكسرها. بس كانت في مشكلة بسيطة. المشكلة اللي كانت في محرك الكوبير ده بصورته الأولية هي إنه كان محتاج لمواد افتراضية زي حاجة بيسموها الإكزوتيك ماتر أو المادة الغريبة، ومحتاج كمان لمولد طاقة مهول يقدر ينتج حاجة اسمها الطاقة السالبة، اللي هي نوع من الطاقة اللي بتشتغل بشكل مضاد للطاقة العادية اللي نعرفها. ده غير طبعا حاجات تانية كتير العلماء انتقدوها علشان كانوا شايفينها مستحيلة التنفيذ بالتكنولوجيا المتاحة للبشر. وفضل الموضوع ده مركون فترة بعدها علشان محدش عارف يحل مشكلة الطاقة دي خالص. بس من قريب بقى في بحث نشره بعض العلماء في دورية كلاسيكال اند كوانتم جرافيتي غير كل الموازين وقلب الدراسات في المجال ده رأسا على عقب. والسبب في ده كان انه لغى خالص فكرة الاحتياج لانواع الطاقة الغريبة وصعبة الانتاج دي علشان نقدر نصمم المحرك، بل في الواقع البحث ده حط طريقة حقيقية وواقعية تخلينا نستعمل الطاقة الطبيعية المعروفة لينا في تصميم المحرك بدون أي استحالات فيزيائية. طيب ازاي؟ شوف يا سيدي، الورقة العلمية دي اللي نشرها كانوا علماء من كذا جهة بحثية مرموقة زي جامعة ألاباما ومختبر الفيزياء التطبيقية في الولايات المتحدة الأمريكية، والفكرة اللي طرحوها كانت بتتكلم عن نوع جديد من محركات الانحناء اسمه الكونستانت فيلوستي وورب درايف أو محرك الانحناء ذو السرعة الثابتة. طيب يا ترى ايه النوع الجديد ده بالظبط؟ وايه الاختلاف اللي بينه وبين القديم؟ الاختلاف في المحرك ده صديقي هو انه هيكون بيستعمل غلاف خارجي بيتكون من المادة الطبيعية المعروفة لينا، مش المادة الغريبة ولا محتاج لطاقة سلبية اصلا. بس الفكرة بقى هي ان المادة الطبيعية دي هيتم تصميمها بحيث اننا نقدر نتحكم في مدى كثافتها وكتلتها ذاتيا. طيب الكلام ده بقى معناه ايه يا عمدة؟ على حسب تعبير العلماء، المادة دي هتحتوي بداخلها على حاجة اسمها فيكتورز موديفايد شيفت او ناقلات تحول معدلة، ومن خلالها هنقدر نتحكم في مدى كتلة المادة ونزود كثافتها ومعدل تركيزها في نقطة واحدة سواء قدام السفينة او وراها، بحيث اننا نخلق فقاعة انحناء حقيقية نقدر نستعملها بشكل عملي في السفر بسرعة الضوء او بسرعة تقترب منه بشكل كبير. يعني بمعنى اوضح، احنا هنتحكم من خلال طرق تقنية معينة في مدى كثافة كتلة مادة معينة علشان نخليها اتقل بكتير قدام مقدمة السفينة واخف بكتير من وراها، بحيث ان الفضاء نفسه ينضغط وينحني قدام السفينة ويشدها لقدام بحركة مستمرة وكأنها بتنجذب لكوكب او نجم ضخم. وكل ده بدون ما السفينة نفسها تبذل اي طاقة دفع او وقود، كل اللي هتحتاجه بس هو مصدر للطاقة قادر يتحكم في كتلة المادة دي ويأثر عليها بالشكل الضخم ده. طبعا التقنية اللازمة لصناعة حاجة زي كده لسه حاليا مش موجودة ومحتاجة لسنين طويلة علشان نقدر نوصل لها، لان مقدار الجاذبية اللي هنحتاج نولدها هيكون ضخم جدا، ومحتاج طرق جديدة للتحكم في المادة والتلاعب بيها لسه احنا ما وصلنا لهاش. بس المبهر بقى في الموضوع هو انه ما بقاش مستحيل زي ما كنا فاكرين زمان، وبسبب الورقة العلمية دي فاحنا لأول مرة نقدر نفكر في محركات الانحناء بشكل عملي واننا نقدر ننفذها فعلا خلال السنين اللي جاية. تخيل انت انك في يوم من الايام من المستقبل هتقدر تاخد ولادك في رحلة جوه مركبة فضاء لكوكب تاني بره مجموعتنا الشمسية، او حتى المجرة تانية بعيدة ما شافتهاش عين بشر ولا حتى لقطتها عدسة التلسكوب. تخيل ان قريب هيجي يوم واسرار الفضاء العميق المظلم كلها تتفتح لنا على مصراعيها، ونبقى قادرين اخيرا لاول مره في تاريخ الحضاره البشريه نشوف ايه اللي موجود غيرنا هناك بعيد في قلب الكون. حلم كان بيدعي بخيال كل انسان مش على ظهر الارض من الاف السنين، واحنا اللي هنحققه قريب كمان. وسواء بقى التكنولوجيا دي ظهرت بعد شهر او بعد سنين هنضطر نفضل مستنيين، وكل اللي نملكه لحد وقتها هو الخيال، الخيال البشري اللي ملوش حدود. لو وصلت لحد هنا بقى اكيد الفيديو عجبك، فما تنساش تعمل لايك، وهستنى اعرف رايك في حلقه النهارده في الكومنتات، وكالعاده اسيب لك المصادر تحت الفيديو في الديسكريبشن. ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو، واشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد ان شاء الله.